يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز سفر المرأة من جدة إلى مكة بدون محرم؟ لأنه جاء كلام أن ما بين جدة ومكة ليس مسافة كبيرة، فلا يقال إنه سفر. إذا أمنت على نفسها، إذا أمنت على نفسها فليس بسفر، أما إذا لم تأمن على نفسها أو تسافر مع سائق أجنبي وحدها هذه خلوة ولا تجوز. فإذا أمنت على نفسها إن كانت مع جماعة من النساء أو في سيارة فيها ناس كثيرون فلا مانع من ذلك، لأن هذا ليس بسفر. نعم، ولكن وجود المحرم معها ما في شك أحوط وأحسن. ربما تعطل بالطريق، ربما يصيبها شيء، من الذي يتولاها؟ نعم.